الله في النص. تم النعيم للروح والعين، تم النعيم للروح والعين، ما تخلي قلبك الله 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 الله. ممكن تسقفوا انتوا قاعدين، ما فيش مشكله خالص يعني. انا عارف ان انتوا مكبوتين معانا، زمايلنا هنا قاعدين بيسمعوا هناء وصفاء، بيسمعوا هم مستمتعين جدا، واحنا مستمتعين جدا بيكم. شكرا الله يخليك. فيسبوك واحد، تليفون واحد، تليفون واحد، نمره واحده. هو تقدمنا شويه وزدنا نمره تاني، لكن واحد هو اللي شغال، هو اللي شغال والتاني مش شغال. يعني انا لما اقول الو ممكن تجاوبك صفاء وممكن تجاوبك هنا، انت وحظك. وانا اقول زيكم انتوا الاثنين. واخباركم ايه؟ مفيش اخبارك؟ وحشتونا مش وحشتيني؟ ايه العيشه دي؟ عيشه زوينه بزاف. زوينه اثنين في واحد، ده انتوا عاملين تخفيضات هايله. يعني هو احسن حاجه يكون عندك خوت. لا وصوت تاخد عليه صوت، والاثنين زي بعض حلوين. ربي يخليك. شكرا. شرف. انا طماع قوي، عايز اسمع اغاني كتير قوي، وطلبات الجمهور اللي قاعد طالبين اغاني، ولكن انا كمان عشان ما ابقاش طماع عايز اسمع هناك الاغاني اغنيه خاصه بيكم انتوا. اختاروا. انا وصفاء نزلنا اغنيه اسبوع ده من الاسبوع، والحمد لله لقت اعجاب ناس بزاف في المغرب. وبغيت نذكر واحد الكلمه، شكر للاستاذ الكبير ايهاب توفيق، لانه عجبته الاغنيه وصرتها له وقال لي زوينه اغنيتكم بزاف. قال لك زوينه، هذه شهاده كبيره عندي، كنوجه لي تحيه. واغنيتنا كتقول داني اديتو، هي داني داني اديتو، يعني اخذته اخذني اخذني واخذته. لا هو اداني واعطيته زي ما اديته. لا لا داني يعني اخذني واديته اخذته من، يعني هي اغنيه نقولوا احنا في المغرب، احنا اغنيه معروفه عندنا داها والله ما خلاها. داها داها والله ما خلاها، داتو داتو والله ما خلاها. هي أغنية معروفة مغربية. إيقاع الأغنية دي يعني داها داها وهي ديتو ديتو. لا لا هي إيجابية. إيجابية مش ضرب. لا 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 مش ضرب، يعني على أساسها أنا وصفاء فكرنا تكون أغنية قريبة من القلوب المغاربة. طب يلا. الحمد لله نجحنا. يلا نروح لقلوب المغاربة. الكلمات والألحان هم كلمات محمود برحيل وألحان محمد نوبال.
توزيع راشد محمد علي وماسترينج رازق. لهم كل التحية. تحية. يلا بينا. وخنا يا ما نوصف ما نقدر حقنا فيه، ناري شخصيته تخطف وبسرعة تتعلق بي. راجل ما كان بحاله في القمة الصف الأول، ما عندي ما نتسأله في الشد عليه نعول. داني ديتو والله ما خليته، ديتو داني والله ما خلاني، داني داني ديتو والله ما خليته، بغيتو حلوة. أنا ديت وداني دي كويسة لحد كده. طيب أخبار والدة إيه؟ والدة عزيزة علينا بزاف بزاف بزاف، وأنا وهنا بدايتنا الفنية كانت يعني من الطفولة ديالنا. نقدروا نقولوا من 1997 كانت أول إطلالة لنا على التلفزيون المغربي، وكانت تذكر كنا غنينا صغيرات وغنينا الميادة الحناوي كبريائي، يعني صغيرات يغنوا كبريائي شحال طبعا وردة وكلتهم يعني الحمد لله انه احنا في جيل تربينا على انتم تربينا على طرب يعني، لكن احنا ماشي جيل قديم يعني، احنا باقي صغار. انا في بالي اغنية لوردة لوردة ولا في بالك ايه؟ قولي لي. انا فكرت كلمة ممكن لولا الملامة جميلة. يلا. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. وأطير يلا ها Yeah.
صفاء بجد؟ ايه. هو انا لسه كنت هسألكم، انتوا يعني ينفعوا تغنوا بدون ما تكونوا متضربين عاملين بروفات، حد بيسلم حد؟ هذه هي النتيجة، قلتوا عليها انا نقول لكم شكرا، بدون تدريب بدون اغنية عمري ما غنيتها. اها. كنسمعها صفاء تسمعها في بيت وانا اسمعها في بلاصة أخرى وتعطيها النتيجة، يعني مع التدريب. نتيجة عظيمة جدا. شكرا. لكن انتوا عادة لما بتيجوا تغنوا بتبقوا لو طالعين حفلة لو طالعين بتكونوا مجهزين وعاملين بروفات ولا ماشي؟ ضروري، لكن قدر نضيف لك انه انا وصفاء ما كان مش لازم لينا نفس التدريبات لكل فرقة عادية، فرقة عادية فيها اشخاص ما كيعرفوش بعضياتهم اصدقاء او اخوة خاصهم تدريبات اكثر. نعم. لكن انا وصفاء انتوا بالاشارة بصة العين بالعين بالاحساس يعني حتى الكلام. انا نسكت. هو انا وهنا يعني لما نكونوا على المسرح الناس بزاف تيقولوا لينا كتعملوا نفس الاشارات بايديكم نفس الحركات، ومرات كثير كنعملوا نفس العرب بصوتنا. لما تفكر هي في العربه انا بتكون هي تتفكر فيها في نفس الوقت. الحمد لله بيناتنا واحد يعني رابط روحاني ممكن نقولوا كاين عند توأم، والحمد لله جامع بيناتنا في هذه الموهبه اللي هي موهبه الغناء، وفرحانين اننا بجوجنا في المجال الفني وكنعطيو هذا الفن هذا. طيب بمناسبه العرب بقى، عرب وصبا وموال، تغنوا ايه بقى؟ عايز مساحات صوتكم كده تعلى معايا وتقول. والله شنو بالك سيرتي الحب هو احسن، ما كاينش محسن من كوكب الشرق ام كلثوم. طيب ماشي. يمكن انا صفاء ممكن نغني مقطع من سيرتي الحب، غنيناها لما كنا صغورين. يلا. طول عمري والعشقين طول عمري بخاف من الحب. اوكي الباقي ما بديناش. يلا ده ما يتشالش، ده زي ما هو حسيتكم كده ببروباتكم على الهوا. ربي يخليك. طول عمري بخاف من الحب وسرقة الحب وظلم الحب الكل الحب ترى وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة آهات وأعرف حكايات
ما عرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب ترارا ده شيء بديع. شكرا. لو أتاكم جراح تلفزيوني وقرر أن يفصل بين التوأم الملتصق تمام ويصبح التوأم الآخر هو خلفية في الباك جراوند بيعملوا الموسيقى وبيتدخل أحيانا. أنا كان قول تميزنا في أننا بجوج، تميزنا يكمن في أننا إحنا اثنين. هذا هو التميز ديالنا. لا ما هو مش تميز، هو اختلاف، لكن صوتكم انتوا الاثنين حلو. يعني كل واحده بنفسيها حاله بصوت حلو قوي، انتوا الاثنين عاملين شكل مختلف. لو واحده صوتها حلو وواحده صوتها وحش مش هيبقى كده، هتخلص بدري. فاذا فاذا اجرينا الجراحه تعسفيا فسيصبح الصوت ممكنا. انا مش هبعد الثانيه، يعني هناء هتغني، صفاء هتبقى موجوده بس بمساحات اقل. انا ما متفقاش معك استاذ خيري. لا قالك هو تجربه. هنا تجربه. ايوه هذا اليوم. نعم لا انا لا اطالبكم بالانفصال. شتت عصبيه في لا هو انت حسيت ان انا هفصلكم؟ انا مالي، كنت غنبكي. هنا كانت غتبكي وخافت وارتعشت وفكرت انه خلاص من هنا هي تمشي مكان وانا مكان. خدنا قرار خلاص. لا هو قال لك بس تجربه اليوم. اليوم يعني عايزين ناس تسمع. هو انا نبغي نضيف حاجه واحده. صفاء هي صوتها مريض اليوم. هي جايه وعندنا عندنا اليوم عندكم وهي تاخذ ادويه. احسن صوت سمعت في حياتي صوت صفاء. اوه دانك هنا ميرسي. والله منها تعلمت. هي اختي كبيره باربع دقائق. لا 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 هنا هذا شيء كثير عليا. اربع دقائق يعني احترمها. انا اكبر من هنا باربع دقائق. واو ده كثير قوي. كتشوف الاحترام. اربع دقائق صار احترام كبير بيني وبينها. طيب ممكن طالما احترام يبقى حنبتدي. نبتدي تفضل. يلا تغني ايه؟ على اللي جرى ولا تغني انا بعشقك ولا تغني كبريائي؟ انا بعمل لك بدائل. شكرا. على اللي جرى؟ على اللي جرى. يلا الاول. لا ما انا المساعده. اوكي اكسكلوزيف. تمام. حصري هو حصري عندك استاذ خيري. انا وهنا غنفرقوا هكا. طيب اوكي. اللي جرى من مراسيلك اللي جرى بس النتيجه وانا احكي لك علي قرار وعلي قرار من مرسيلك علي قرار بس ما تيجي وانا احكي لك علي قرار وامسح دموع منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى علي جرى علي جرى تن تن كمل الكوبليه الجاي كمل. متغربين احنا متغربين جرح السنين
لحد أعلن خبري فرحنا ولحد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا لحد وامسح دموعي في منديلك علي كرام علي كرام علي كرام. يا سلام ولميتوا على بعض تاني ورحتوا راجعين ضروري. هو كيكون ارتباك في كان في كنحس براسي بوحدي غنغني وهنا بوحده تنحس بحالها في فراق وفي تباعد. انت حسستوني كده انها بردانه لوحديها كده. حسيت بالحزن في وجهها انا وكتبص لي. انت طبعا بتتكلمي لانك الاكبر فعندك احتواء ووعي اكتر منها بكتير يعني. ده فرق السن يعني. فرق السن. شايفك قاعده تبسطي المساله وتشرحي لي في ايه. طيب انا مش عايزه ابطل غنى. اغنيه اخرى اخرى واخرى طبعا. يلا مرحبا. كلمه حلوه وكلمتي حلوه يا بلدي غنوه حلوه وغنوتي حلوه يا بلدي املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول واوعى ذكريات كل اللي فات فاكره يا بلدي قلبي مليان بحكايات شهدى يا بلدي املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول. يا سلام يا سلام. تعافضين كتير ما شاء الله. شويه مش بزاف. طيب انا مش قادره اخلص الحلقه معاكم مضطر اكمل فاصل كمان عشان لسه عايزه اسمعكوا اكتر. مرحبا.